السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في صفحتنا على اليوتيوب والفيسبوك ترى الفعل الخير لتعلم الكمبيوتر. في الدرس ده هنتعرف ايه الفرق بين السوفت وير والهارد وير. السوفت وير عبارة عن 3 حاجات، ايه هما؟ اوبريتنج سيستم، نظم تشغيل، ابليكيشن، تطبيقات، بروجرامينج، برمجة. طيب ايه اوبريتنج سيستم دي؟ ايه نظم التشغيل؟ نظم التشغيل اللي احنا بنستخدمها في الجهاز بتاعنا عشان يشتغل زي الويندوز، الدوس، لينكس، ماك. دي كلها عبارة عن نظم تشغيل بتساعد على تشغيل الجهاز. طيب الابليكيشن، ايه الابليكيشن؟ عبارة عن البرامج اللي احنا شايفينها دي، التطبيقات ديت عبارة عن وورد، برامج تصفح، برامج فاكرات، برامج تشغيل فيديوهات والموسيقى. طيب بروجرامينج، البروجرامينج دي عبارة عن لغة برمجة بنستخدمها عشان نعمل احنا البرامج دي، ونعمل صفحات، ونعمل مواقع انترنت زي سي بلس بلس، وتصميم مواقع الانترنت على بي اتش بي، اتش تي ام ال وغيرهم. طيب والهاردوير، الهاردوير عبارة عن انبوت، مدخلات، بروسيسنج، معالج، اوتبوت. انبوت زي الماوس زي ما احنا شايفين، الكيبورد، ودراعات تحكم العاب، والمعالج عبارة عن بروسيسنج، ده اللي بيبقى عبارة عن وسيط بين المدخلات عشان يطلع المخرجات على الشاشة. طب والمخرجات زي ايه؟ مخرجات زي السماعات، زي شاشة، برينتر، دي عبارة عن مخرجات output. طيب ايه الفرق بين السوفت وير والهارد وير؟ زي ما انتوا شايفين السوفت وير عبارة عن برامج غير ملموسة زي اللي احنا شايفينها دي. طيب الهارد وير عبارة عن أجزاء مادية ملموسة زي الشاشة نقدر نلمسها، السماعات بنقدر نلمسها، الماوس، كيبورد، برينتر، سكانر، كل دي حاجات بنقدر نمسكها وملموسة. هو ده الفرق بين هاردوير والسوفتوير. تابعونا في درس جديد على صفحتنا على اليوتيوب ترى الفعل الخير لتعليم الكمبيوتر، وعلى الفيسبوك ترى الفعل الخير لتعليم الكمبيوتر. ويا رب تكونوا استفدتوا في الدرس ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.